أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم